أبوي، أحس أن هويتي ضايعة، أنا من وين بالضبط؟ يا ولدي أنت من الأرض اللي وأجدادك وآباؤك منها، وكل بلد عشت فيه نعتبر وطنك الثاني، ومن لم تكن أوطانه مفخرا له فليس له في مواطن المجد مفخرا. نحن مظلومين، نحن اللي مولدين أو متربين خارج بلادنا، متربين في دولة يمكن نعتبر أنفسنا منها. أنا طول عمري عايش وهويتي أحسها ضايعة، هل أنا صومالي، هل أنا إماراتي، هل أنا سوري، هل أنا سويدي؟ الحين هالصيف بكمل 10 سنين في السويد، وعشت قبلها 10 سنين في الإمارات، وعشت في الثقافات والدول مختلفة طبعا. شيء صراحة يحيرك يعني. جينا اليوم بيتزا ما في منها في السويد، بيتزا إيطالية. إيطالية وين؟ تمنس بيتزا، ما في شيء جديد. طلبنا بيتزا بناكلنا شوية بنسولف في عبد الله. المهم يا الربع، والله الموضوع هذا شائك الصراحة، وفي والدين يعني يشككون في وطنية الشخص. طبعا المفروض واحد ما تشكك يعني، لأنه في واحد مثلا نقول يمني أو صومالي اتولد في دولة سعودية أو خليجية مثلا، يمكن يتكلم لهجتها، يمكن يتصرف بطبعها، لأن هذا الشيء الوحيد اللي شافه، تربى هناك ما عرف غيرها. فوايدين يقول أنت تتكلم بلهجة بلدك. أنا مثلا وايدين يسبوني يقول تتكلم بلهجة بلدك، أي لهجة تكلمها؟ أنا سمعت صراحة يقول هذا الصومالي اللي يتكلم مو مواليد الإمارات اللي يتكلم باللهجة الإماراتية، بس هاي طبيعتي يعني. شو أسوي أكثر من جمارهم يعني؟ في ناس تقول لي يتكلم بلهجة ثانية. ازيك يا باشا، انا اتكلم مصري بقى. ويوم اديش بين العرب يقولوا لي انت صومالي، ويوم اديش بين السويدين يقولوا لي انت عربي. هل انت من البلد اللي تربيت فيه، ولا من البلد اللي اجدادك وابائك منه؟ سؤال طول عمري اساله، ولين الحين ما حصلت جواب. انت بما انك ما انت مواليد الامارات، تشوف حالك انه عندك انتماء للامارات؟ بس انا عندي ذكريات جميله في الامارات، نعم عندي ذكريات، عندي يعني احلى ايام حياتي قضيتها في الامارات، نعم طبعا انا تربيت فيها. حتى اذا انت ما ولدت في بلد، اذا تربيت فيها بتاخذ بطبعها، بلغتها، بعاداتها، بكل شيء. ومع ذلك اذا بتحتفظ بعاداتك تدمجهم تطلع احلى شخصيه عندك، ولا كيف؟ أكيد أنا أشوف كمان. طبعاً أنا أشوف وايدين هني مواليد السعودية، مواليد الإمارات، مواليد الخليج، حتى مواليد دول عربية، وهم بعضهم حتى مو بعرب، بس يوم تلتقي فيهم وتتداخل وياهم تحسهم عرب. بعدين تقول أنت من وين؟ يقولك أنا مو عربي، بس أنا مولود في دولة عربية. فالسالفة محيرة يعني. طبعاً في كل الدول اللي مريت فيها أنا شفت شباب يعني من مواليد الدولة مثل الإمارات، وهني بعد مواليد السويد، ووايدين منهم ضايع هويتهم، ما يدرون هل هم من البلد اللي تولدوا فيها، ولا البلد اللي يعني آبائهم وأجدادهم منها بس عمرهم ما زاروها. فهذا يسبب تشتت، ويمكن حتى أن الشخص ما يعرف شو أصله بالضبط. يعني يدخل في المجتمع هذا المجتمع ما يتقبله، يصير بلاده المجتمع ما يتقبله. طبعا مواليد الصومال اللي أعرفهم هني مثلا في السويد، وايدين منهم يعني المجتمع السويدي ما يعتبرهم سويديين، وإذا سهر الصومال المجتمع الصومالي ما يعتبرهم صوماليين، فهذيل عالقين في النص يعني. طبعا هذا التطبيق هني، هذا التطبيق شوف هالمنطقة مو مسموح انك تطير فيها الدرون، بس اما المنطقة هذه يقول لك 50 متر تروم تطير. ليش؟ لان في محطة هليكوبتر هني ممنوع فيها، وغير كذا هنا في محكمة في يعني في اماكن. برد يا رجال.
طيّم الدرون نجحت كذا طلعها خلي الناس تشوف. الحين أنا أعيش في السويد لما يقارب 10 سنين. السويد استقبلتني وأعطتني حقوقي وعوضتني عن كثير أشياء كنت أفتقدها في البلاد اللي مريت فيها، ولكنها عمرها ما راح تعوضني حنان بلدي وثقافته، ذكرياتي وأصدقاء الطفولة. كل واحد عنده مفهومه الخاص لمعنى الوطن، أما الوطن بالنسبة لي بلدي الأصل، بلدي اللي جاء منه أبوي أمي وأجدادي، والبلاد اللي أعيش فيها هي بلادي الثانية اللي حتى ما أستغني عنها. تدرون أن الدول الأوروبية إذا عشت فيها فترة معينة خلاص تأخذ جوازها، يعتبرونك مواطن واحد منها وفيها، طبعا فقط في الأوراق، مجتمعيا هذا شيء ثاني، بس يعني الفكرة أن يعتبرون أن الواحد إذا عاش في بلد معين لفترة معينة هذا البلد يستوي خلاص بلاده. عشان شي قوانينهم دوم، يعني إذا عشت في دولة معينة أوروبية 5 سنين 6 سنين تأخذ جوازها خلاص، يعني تستوي مواطن في البلد هذا، وهذا طبعا غير موجود في دولنا العربية. مهما عشت فيها عمرك ما راح تصير منها، ما راح تأخذ جنسيتها، قوانين الجنسية صعبة جدا في الوطن العربي. هذه الاختلافات البسيطة. وطبعا أنا أشوف بعض الأجانب هني ما شاء الله عليهم، يعني تربية الأطفال مهمة جدا في هالبلاد، فكل صيف يأخذون عيالهم لبلادهم، يعني سواء كانوا عرب أو أفارقة أو صوماليين، يرجعون هناك يراوهم الثقافة، ناسهم، بلادهم. بعدين الولد يتعود، يعني كل سنة يسير خلاص يتعود، يعرف أن هذه بلاده، يعرف وين أصله وين فصله وين أجداده، فهذا الفرق يعني. وإن شاء الله بإذن الله أنا طبعا عندي عيال صغار، يالس أخطط له الموضوع في المستقبل كل صيف، بس ليش لا، لازم تودي عيالك تعلمهم الثقافة، حتى إذا ما وديتهم هناك هني تعلمهم نفس الشيء. أنا مثلا أنا عندنا علم الصومال في البيت مثلا أراويه، هذا علمنا، هذه بلادنا، بس يقول لي لا، لأن في الروضة يعلمونه أنت سويدي، فيقول أنا سويدي، أقول له لا يا ولد أنت صومالي. فهذه النقاشات اللي يمكن تستوي ويا الجيل الجديد اللي طالع واللي مولودين في بلاد غير بلادهم. فهذا كان فيديو اليوم، أتمنى يكون عجبكم، فيديو بالنسبة لي عاطفي حساس، وأكيد لكثير من الناس الوطن يعني الكثير، فكل واحد له مفهوم الخاص لمعنى الوطن. فأتمنى لو تكتبوا لي معنى الوطن في التعليقات تحت، وش رأيكم في حلقة اليوم، وإذا عجبتكم أعطونا اللايك من ذاك الزين، وإن شاء الله أوعدكم أنا في المستقبل القريب راح يستوي تغيير كامل لمحتوى القناة. وايدين يسألوني أنت راح تتخصص في مواضيع السويد ولا شو؟ شوف يا الربع، أنا مو بسفير في السويد ولا أفهم فيها وايد، يعني الناس تسألني أنا كيف أقدم على أوراق في السويد، كيف أقدم لجوء فيزا الطلب، هالأشياء أنا ما أفهم فيها يا الربع. أنا عشت في البلاد هذه، خبرتي البسيطة المتواضعة أحاول أشاركها وياكم، غير شيء أنا ما أعرف. نعم في بعض الناس عنده استفسارات بسيطة يمكن أقدر أجاوب عليها، استفسارات وصلت لين شو رأيك في كندا، أنا ما سرت كندا ولا شفتها في حياتي ولا أعرف كيف تسير لها. فاسمحوا لي الربع، في قنوات متخصصة في هذا الشيء أتمنى تشوفونها، وإن شاء الله يعني المحتوى ما راح يكون عن السويد، أنا إنسان عايش في البلاد هذه، أشارككم تجربتي يعني من فترة لفترة، ولكن أبغى أشارككم تجارب ثانية مريت فيها، يمكن نسير بلاد ثانية ننقل ثقافاتها، هذا حلمي إن شاء الله، نسوي وثائقيات عن قصص الناس. ففي المستقبل القريب إن شاء الله راح نتحرك وراح نطور القناة، بس بدعمكم إن شاء الله وثقتكم في المحتوى، أشكر كل من أعطاني الثقة واشترك في القناة، وإذا مو مشترك أتمنى تشترك في القناة، نوعدك بالمزيد. كان وياكم ناجح، السلام عليكم.